ولادنا هم بكرة اللي بنحاول دايماً إنه يكون أفضل، عشان كده لازم نهتم بيهم طول الوقت ونعلمهم كل المهارات اللازمة لحياتهم. مش كده وبس، ضروري كمان يعرفوا إزاي يقبلوا الآخر مهما كان مختلف عنهم. ومن الأمثلة اللي حققت المعادلة الصعبة دي ورشة دمج الأطفال في مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير. أنا هاجر البدري عمران، أنا مديرة مشروع سينما الأطفال في مهرجان اسكندرية الدولي للفيلم القصير. أنا موجودة في المهرجان من 7 سنين، ولكن من 4 سنين قررنا أن احنا نعمل سينما للأطفال، مجموعة من الأفلام القصيرة بتكون يعني مشاركة في المهرجان أو تابعة للمجلس القومي للسينما بيشاهدها الأطفال، وبعدين بنعمل مناقشة للأفلام بعد ما الأفلام بتخلص مع الأطفال، بنتكلم فيهم عن الألوان، عن الكادرات، عن رأيهم في الفيلم، عن حتى المواضيع اللي يحبوا أن نتناقشها الأفلام. والسنة اللي فاتت بدأنا ورشة صناعة فيلم قصير للأطفال بالموبايل. الأطفال بيتعلموا في الورشة إزاي يعملوا فيلم قصير بيعبروا فيه عن نفسهم وعن مشاكلهم بالموبايل. شارك في الورشة السنة اللي فاتت 13 طفل وأخرجنا 10 أفلام قصيرة. السنة دي شارك في الورشة 20 طفل. العشرين طفل دول كانوا ذوي احتياجات خاصة، أطفال لاجئين من هيئة كاريتاس مفوضية اللاجئين، وأطفال من هيئة كير الدولية بدعم من اليونيسف، وأطفال كانوا معانا في الورشة السنة اللي فاتت وأطفال جداد. محتوى السنة دي في الورشة كان تعليم الكتابة، إزاي بيعبروا عن نفسهم بالكتابة، الفرق في السكريبت، الكتابة الفرنساوي والأمريكي، إزاي يبقى كاتب يكتب ويعبر عن نفسه بالورقة والقلم. وكمان اتعلموا التصوير وكادرات التصوير والزوايا، الكالرينج والإيديت والمونتاج، وكمان اتعلموا الإخراج، إزاي يخرج الفيلم بطريقة مختلفة بتميزه هو ويكون فيها فكره وطريقته المختلفة. الورشة السنة دي كان فيها دمج مجتمعي حقيقي، أطفال لاجئين ذوي احتياجات خاصة، أطفال من مدارس عربي وأطفال من مدارس انترناشنال. الهدف من الورشة كان يمكن تنموي أكتر ما هو فني، ان هم يكونوا مع بعض، يتفاعلوا مع بعض، يبقوا صحاب، يلعبوا مع بعض، يجوا الصبح بيفطروا مع بعض، بياخدوا المحتوى سوا، البريك مع بعض سوا. فدخلوا الورشة 20 طفل ما يعرفوش بعض، خرجوا كلهم اخوات وصحاب، وده كان الهدف. في تنفيذ الافلام الاطفال كانوا بيساعدوا بعض، يعني حد بيكتب فالتاني بيخرج، التالت بيصور، الرابع بيعمل مونتاج، الخامس بيعمل الكالرينج والصوت، السادس بيزبط له اللوكيشن. فكلهم، وفي ناس كانت بتمثل في الأفلام، فكل الأطفال شاركوا في كل الأفلام، ما كانش في فرق ما بين لاجئ وما بين طفل مصري، ما بين ذوي احتياجات خاصة، ما بين طفل في مدرسة انترناشنال وطفل في مدرسة عربي. لا، احنا كان في دمج حقيقي للاطفال، دخلوا ما يعرفوش بعض، خرجوا اصحاب. وده اللي بيأكد فكره ان مهرجان اسكندريه الدولي للفيلم القصير هو سينما لكل الناس، بنجمع كل الناس على حب السينما والفن. شكرت ورشة التمثيل وخراج كتابه مع دكتورة حقر، وانا كنت مسدد معاها ودخلت بيت جوانا، ورحت عليهم ان انا اول مره شاركت معاهم، وعرفت صحابي الجديدة وأول مرة اتخدم معهم. عدد الأطفال من ذوي الهمم هم كانوا 3، الإعاقات بتاعتهم كانوا ما بين صعوبات تعلم ودون وتوحد. اشتغلنا عليهم ان احنا عملنا ورشة عمل سابقة لورشة المهرجان بنعدهم فيها للمحتوى بتاع المهرجان، وبنختار منهم، كانوا مجموعة أطفال 10 واخترنا منهم 3. الثلاثة دول يمكن عندهم كرياتيفيتي اكتر، او عندهم حب للسينما اكتر، عندهم القدره على التواصل مع الاخرين، فقدرنا بالتواصل معاهم وبتدريبهم احنا اشتغلنا معاهم ورشه سابقه للورشه، او ورشه عمل سابقه للورشه كان فيها محتوى مبسط للورشه علشان ناهلهم للدمج، وبدانا ان احنا ندمجهم واحده واحده. فلما بدات الورشه كانت الامور شبه طبيعيه، يعني عندهم خلفيه عن المحتوى المقدم، وكمان كنت بساعدهم لان انا بشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصه اصلا في العادي. اشتغلت معاهم برضو ورشه سابقه للورشه بعرفهم ان احنا السنه دي، او ان احنا في العادي مش عايشين في الدنيا لوحدنا، لا انت عايش وفي ناس تانية مختلفة، وانت لازم تتقبل الاختلاف علشان انت كمان الناس تتقبلك. فاشتغلت معاهم زي سيمينار او ورشة سابقة بعرفهم عن الورشة وعن الاختلاف اللي هيقابلنا في الورشة وعن الصعوبات اللي ممكن تواجهنا. كنت بعدهم وبدربهم ان هو انا معايا حد مختلف شويه ذوي احتياجات خاصه، لازم اتعامل معاه بصبر، لازم اتعامل معاه بحب علشان هو كمان يكون بيتعامل معايا بحب. فكانت النتيجه ان الولاد ما كانوش
مستغربين، لان هم داخلين عارفين ان في ذوي احتياجات خاصه معانا في الورشه، لازم نتقبلهم ونتعامل معاهم وندمجهم في الورشه. حتى الاطفال اللي كان شويه عندهم صعوبات تعلم او توحد وكانوا بيبقوا ساكتين في اجزاء من الورشه او وقت البريك او كده، كانوا الولاد هم اللي بيبادروا ان هم يساعدوهم، فتعالوا ننزل مع بعض سوا، طب هناخد البريك مع بعض سوا، انا كتبت القصه بتاعتي تحب تسمعها، طب قول لي انت كتبت ايه وانا هساعدك فيه. فكان في دمج حقيقي قايم على الحب جوه الورشه. ثلاث صحابي سنوني اول مره هشوفهم وهما شافوني، هما شجعوني ان انا معاهم وكده، وحتى لما انا معاهم حبوني. كانت هي التجربه كانت مختلفه قوي، انا اتعاملت معاهم كتير قبل كده بس دول يعني حاساهم صغيرين قوي، بيحبوني جدا، بيجوا يلعبوا معايا، اتصرفت معاهم هم اصحابي بجد، وكانت بجد من احلى الورش معاهم، وكنت مبسوطه قوي ان انا كنت معاهم. انا خيرت جدا ان انا اول مره انا جديده مش شتيمه خالص، وشخلت معاهم كتير جدا ومحصلش بأي حاجة. تأثير الورشة كان رهيب، يعني فكرة ان انت في اول يوم للورشة قدامك 20 طفل ما يعرفوش بعض، خارجين في اخر يوم ورشة اصحاب اخدين تليفونات بعض، هيتقابلوا تاني، بيحضنوا بعض ان هم بيحبوا بعض جدا، زعلانين ان هم ما عندهمش ورشة بكرة بس هيتقابلوا بالليل في الختام، فانت خلقت لهم اصحاب. يعني حتى في الورشة الطفل اللي كان وحيد ما عندوش اخوات، هو بيقول انا بقى عندي في الورشة 19 اخ. فهي دي الفكرة، يعني من ضمن الحاجات اللي كانت لطيفة وملهمة جدا في الورشة ان في طفل وحيد نزل يشتري حاجة، وبعدين بابا شافه وهو بيفتح كيس الشيبسي وبيوزع على اصحابه، فحتى الاب قال لي انا اول مرة اشوف ابني بيعمل ده، يعني هو في العادي مش بيشارك حاجته مع حد ولكن هو قرر ان هو يشارك حاجته مع اخواته، لان يعني هما في الورشة كانوا اخوات مش صحاب. حتى انا كنت مبسوطه جدا ان بحصل معاهم صحابي وكلمت معاهم وهم كلموني وثاني شرقت معاهم جديده خالص، وانا اول مره اعمل حاجات كبيره جديده. احنا لما جينا نعمل الافلام حاولنا ان احنا نساعدهم ان هم يعملوا فيلم معانا، اعطيناهم افكار عشان هم يعرفوا ينفذوها ويبقى هم المخرجين بتاعتهم. قعدت اعمل معاهم الافلام، تفكيرهم بجد يعني فوق الروعة، بيفكروا بطريقة فظيعة وعملوا فعلا الفيلم كان عاملينه تحفة جدا، وكان كل الناس بتتكلم عنه. أحلامي أمثل ونفسي في فنانين أمثل معاهم، محمد كريم فهمي، سلوى محمد علي، سيد لكب، فنانين كله أنا أمثل معاهم. ولأنهم بكرة لازم يكونوا عارفين كل تفصيلة صغيرة في الحياة، وكل ما نعلمهم ونهتم بيهم هتكون شخصياتهم سوية وقوية، وبكرة بيهم هيكون أجمل. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جداً، هو موضوع التربية الجنسية. أول ما بنسمع المصطلح بتاع التربية الجنسية أحياناً بنقابل مجموعة من الاعتراضات من أولياء الأمور أو من الأب أو الأم، ونلاقيهم بيقولولنا إيه ده؟ إنتوا عايزين تفتحوا عنين الولاد بدري؟ لا لا لا، دي لسه صغيرة، دي لسه 3 سنين، دي لسه 5 سنين، نستنى شوية حتى تخش المدرسة. ونلاقي اعتراض تاني بيقول لا لا أنا عندي بنات، خلي الموضوع ده بقى لو في ولد نبقى نشرح له الدنيا ماشية ازاي أو في إيه اللي بيحصل. أو نلاقي اعتراض تاني يقول هو مش دورنا أساسا، هم هياخدوه في المدرسة ويتعلموه وهيفهموا الأجهزة بتاعت جسمهم ماشية ازاي وخلاص، أو مع الحياة كده هيتعلموا، إيه المشكلة يعني؟ هو أنتوا عايزين بس تفتحوا كل المواضيع في دماغنا؟ ومجموعة مجموعة من الاعتراضات على موضوع التربية الجنسية، نديه للولاد لا ما نديهوش. طب ما تيجوا نعرف الأول إيه المقصود بالتربية الجنسية قبل ما نعترض عليها كمية الاعتراضات دي، وخاصة لما نلاقي أن من أكبر الاعتراضات لا 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 أنا معايا بنات ما ينفعش يتفتح دماغهم، أو دول صغيرين جدا على الموضوع ده. طب مش نعرف الأول يعني إيه تربية جنسية؟ المقصود بالتربية الجنسية هو أن إحنا نوصل معلومات صحيحة ومعلومات سليمة وحقائق للأطفال بشكل علمي وبشكل مبسط، وكمان بنراعي قوي العمر الزمني بتاع الطفل، يعني عمر ابني قد إيه؟ أكيد مش هديله كل المعلومات وهو لسه 3 سنين، لا، وفقاً لعمره ووفقاً للمراحل العمرية اللي بيمر بيها، زي ما بعلمه خطوة خطوة يتحرك، زي ما بعلمه خطوة خطوة يقرأ ويكتب، كمان هعلمه خطوة خطوة يعني إيه تربية جنسية. طيب
خلينا نقول إن أنا همشي مع الاعتراضات اللي بتقول لسه صغير، طب ما أنا أسرة محافظة جدا وقافل على بناتي وقافل على أولادي، فإيه المشكلة يعني مش هتحصل لهم حاجة، وكمان أنا مصاحبة بنتي ومصاحبة ابني، فبالتالي ما فيش مشكلة خالص إن أنا أفتح عينيهم دلوقتي. طيب خلينا نقول إحنا دلوقتي في المجتمع عندنا ضمان إن ابني ما يعرفش المعلومة دي من أي مكان تاني؟ طيب حضرتك مقفل، وحضرتك يا ماما صاحبة بنتك وصاحبة ابنك ومقفلين جدا، بس ابني ده بيروح المدرسة، ابني ده بيروح الكنيسة، ابني ده بيروح النادي، ابني ده بينزل الشارع يشتري حاجات من السوبر ماركت، ابني بيروح أماكن كتير قوي، في كل مكان من دول معرض يسمع معلومة، معرض يشوف صورة، معرض يحصل موقف، معرض يتعرض للمسة، كل الحاجات دي هل احنا هنقدر نحكمها؟ بالتأكيد لا. علشان كده في أهمية كبيرة جدا لمعرفة التربية الجنسية، وإن إحنا نوصل لأولادنا المعلومات بشكل سليم وفي وقت مناسب. طيب هل بس كده دي أهمية إن إحنا ندي تربية جنسية؟ لا طبعا، جزء مهم جدا إن التربية الجنسية مش حاجة مستقلة بذاتها مخصصة لفئة معينة، لا ده جزء أساسي من التربية، جزء أساسي من التعليم، بل هو أمر طبيعي جدا، زي ما بنعلم الولاد تاكل وتشرب وتخش التويلت وازاي تلبس وازاي تتحرك وازاي تاخد قرارات، كمان من واجبنا ان جزء من التربيه يكون مهم جدا هو التربيه الجنسيه. ومش بس كده، عندنا دايما المقوله المشهوره اللي بتقول ايه؟ الممنوع مرغوب، يعني لو قفلنا على الموضوع وما حكيناش عنه هيستنى الطفل بتاعي او ابني اي لحظه في اي مكان تتفتح بس قدامه موضوع او فكره عن الحكايه، وهيبتدي يعمل ايه؟ يفتح كل حواسه، بقى انا عايز اعرف، انا ما عنديش ولا معلومه عن الموضوع ده من عندي في البيت، فهضطر ان انا اسمع للي بره، وطبعا ما عندناش اي ضمان ان المعلومه اللي هيسمعها من بره سواء صح او احتمال غلط او احتمال تضره اصلا. فاذا التربيه الجنسيه جزء مهم جدا من اساليب التربيه اللي لازم نهتم بيها، نقرا عنها عشان نقدر نعلم اولادنا. طيب في كمان اعتراض بيقول طب انا معاكي في كل ده وانا عايز ابتدي، فعلا ايه السن اللي ابتدي عنده؟ واذا كنت كمان هبتدي ايه المعلومات؟ انا ما عنديش معلومات. خلينا نقول ان التربيه الجنسيه مش محتكره على عمر او سن معين، ولا عندي حاجه اسمها ده ابني صغير لسه ما ينفعش اقول له. لا، انا عايز اقول لكم ان التربيه الجنسيه ممكن تبدا مع ميلاد الطفل. ايه ده، معقوله مع ميلاد الطفل؟ اه، كل مرة الأم فيها بتغير لابنها وكل مرة وهي بتحميه، من واجبها عليه إن هي تبتدي تدي معلومات حتى والطفل لسه في بداية شهوره الأولى، إن هي تفهم وإحنا يعني وهي بتحميه تبتدي تقول إن ده جسمي، ده حاجة مهمة لمستها ليه باحترام ولمستها ليه بهدوء ولمستها ليه بدون عصبية، ده كله بيوصل رسائل إن الكيان ده اللي هو جسمي حاجة مهمة. خطوة خطوة وإحنا بناخد دش وإحنا بنغير هدومنا بنبتدي ندي كل التدريبات بتاعة التربية الجنسية. يبقى إذن التربية الجنسية ممكن تبدأ من عمر الميلاد، أو ممكن تبدأ، أنا عايزة أقول لكم إن إحنا أحيانا بنبدأ من عند سن السنة اللي هو خلاص بقى ابتدينا الإدراك يبقى واضح، إحنا بنستأذن الطفل، إحنا دلوقتي داخلين نغير هدومنا، ينفع نغير هدومنا دلوقتي؟ تعالى إحنا هنغير هدومنا في المكان ده، لازم أقفل الباب وأنا بغير. كل التعليمات والحاجات المبسطة دي على فكرة تربية جنسية. يبقى إذن التربية الجنسية هي تربية حياتية معاشة وأوريدي الأم والأهل بيعملوها، بس من غير ما يحطوا عليها المصطلح الكبير ده. طيب خلينا نقول يعني أنا كده همسك ابني على طول وأقول له تعالى تعالى النهاردة هنتكلم في موضوع التربية الجنسية؟ أكيد طبعا برضو لأ، لازم يكون بداية صحيحة وفي وقت مناسب وكمان بأسلوب متدرج وبسيط. فمثلا نستغل فكرة زي الألعاب والأنشطة اللي انتوا شايفينها قدامنا، إن احنا مثلا نمسك نشاط بسيط زي ده، هو نشاط بازل، نشاط انتباه وتركيز، بنعلم بيه الطفل أجزاء الجسم ويلا بينا هنفك ونكونه، ونستغل فرصة زي دي عشان ندخل معلومة من المعلومات المهمة بتاعة التربية الجنسية، وهي الفرق ما بين الولد والفرق ما بين البنت. وأنا بلعب لعبة إيه؟ لعبة بازل، وإذا يبقى أنا كده استغليت لعبة بسيطة بنلعبها ننمي بيها مهارات الطفل، بأن أنا أوصل معلومة من معلومات التربية الجنسية، أو بمعنى صح مبدأ مهم وهو الفرق ما بين الجنسين. وأنا بلعب لعبة زي دي أبتدي أتكلم البنت المفروض تلبس إيه، الولد المفروض يلبس إيه، طب إيه المناسب للبنت تلبسه وإمتى، وإيه المناسب للولد يلبسه وإمتى. لو عندي ابني وبيحب الألوان وبيحب الرسم أبتدي أعمل له صور زي كده وقوله يلا بينا نرسم عشان أأكد للولد أنت جنسك إيه ولد،
يبقى انا وصلت له مبدا مهم من مبادئ التربيه الجنسيه وهي الهويه الجنسيه. انا ولد، لا بس انت بقى بنوته جميله، وبنوته جميله يعني تنفع تلبس فستان، تنفع تلبس جيبه، لان ده ما بيلبسوش الولد. بنوته جميله شعرها طويل. ونبتدي نتكلم على اني مبدا من مبادئ التربيه الجنسيه ان انا اعرف نفسي، وكمان اعرف ان في فرق ما بيني وما بين الطفل او الجنس الاخر. وده محتاج ان يبقى ابني في سن المراهقه عشان اقوله؟ لا، لو احنا في سن صغير 3 أو 4 سنين وبنلعب بالالعاب دي نقدر نوصل كل مبادئ التربيه الجنسيه. تعالوا كمان نقول طيب اعمل ايه؟ ايه دوري كاهل علشان اوصل المعلومات لابني؟ ادرجها ازاي؟ احنا قلنا ان احنا لازم نقول معلومات متدرجه ووفقا لعمره، وكمان نبتدي ازاي مع الحكايه، مش هنخش كده على طول نقول يلا تعالى نتكلم في التربيه الجنسيه. دوري كاهل ان انا اعمل حاجه مهمه جدا. اول حاجه نعرفهم. يعني ايه نعرفهم؟ نعرفهم معلومات صحيحه. اوعى يا بابا، اوعى يا ماما ابني يجي يسالني اي سؤال عن تفصيله في جسمه، عن وظيفه من وظائف اجزاء جسمه ومنها الاجزاء الخاصه والاجزاء التناسليه، وانت ترد عليه بمعلومه غلط. ليه بقى بقول اوعى؟ لان ساعتها هتكسر حاجز كبير بينك وما بين ابنك، وهو الثقه. الثقه فيك وفي معلوماتك هتقع لو انت لو سالت سؤال وجاوبت اجابه غلط. الافضل نقول ما اعرفش السؤال دلوقتي، او انا مش عندي المعلومه، استنى هقرا او اسال حد متخصص واجاوبك. واوعى تنسى ان السؤال اتسال، فلو ما جاوبتش عليه هيدور على الاجابه بره. يبقى احنا طالما اتسالنا لازم ندور على المعلومه وتكون صحيحه ونوصلها. فدي اول حاجه من دورنا كاهل، ان انا لازم اعرفهم كويس بمعلومات صحيحه مناسبه لي. بس كده لا، كمان بعد ما اعرفهم لازم اعمل حاجه مهمه قوي ساعات ما بناخدش بالنا منها، لازم نوعيهم. نوعيهم بمعنى ايه؟ ليه لما بنيجي مثلا نخش على المدرسه بنروح عاملين كده عمليه توعيه في الاول اللي هو ما قبل بقى المدرسه، ونبتدي نقول بنمسك القلم ازاي وبنقعد ازاي والتزاماتي جوه الفصل ايه، والميس لما تقول نسمع الكلام؟ احنا كمان لازم نعمل ده، لازم نوعيهم بالتغيرات اللي بتحصل في جسمهم. يعني انت بكره لما هتكبري هيبقى شكل جسمك زي ماما، انت بكره لما تكبر هيبقى شكل جسمك زي باب، عشان انت ولد، ولما هتكبر هيتقال عليك ان انت راجل، فلازم هيبقى شكلك زي ده لكن مش شكلك زي ده. فبالتالي لازم نوعيهم بالتغيرات الجسميه اللي بتحصل، وخاصه قبل مرحله المراهقه. ده جزء مهم جدا جدا، ان قبل ما نوصل لمرحله المراهقه او في بدايات المرحله نكون اتكلمنا عن التغيرات الجسميه اللي بتحصل للولد والبنت. ده بيقلل كتير جدا من المشاكل النفسيه والانفعاليه اللي احيانا بنقابلها في مرحله المراهقه وفي بدايتها بالذات. فبالتالي ان احنا نعرف الطفل ايه اللي هيحصل كمان شويه في تغيرات جسمك وفي النفسيه كمان، ده بيفرق معانا كتير في التعامل مع اولادنا. طيب كده يبقى انا عرفتهم معلومات صحيحه مناسبه لسنهم، ووعيتهم كويس قوي بالتغيرات الجسميه والجنسيه والانفعاليه اللي هتحصل لهم. طب كمان نعمل ايه؟ الحاجتين دول هيخلينا بشكل تلقائي بنحميهم من اي مشاكل جنسيه ممكن يتعرضوا ليها. لاني خلينا نقول حاجه مهمه، انا لو ما عنديش المعلومه هعرف ازاي ان اللي حصل لي ده مشكله ولا هي حاجه طبيعيه؟ زي ما دايما بنقول البنت او الولد هيعرف ازاي ان اللمسه دي حلوه او اللمسه دي وحشه، او الكلمه دي حلوه او النظره دي وحشه، الا لو انا من الاول اديته المعلومه دي وعرفته ان الصح كذا. فبالتالي لما يحصل الغلط هيجي يقول، او على الاقل يعرف ان اللي بيحصل معاه ده حاجه غلط، فيبتدي يبعد عن المكان او الشخص ده. فإذا إحنا لو عرفناهم ووعيناهم كويس هنوصل لعملية الحماية من أي مشاكل جنسية، بل بالعكس كمان هتلاقي الطفل طالما في سكة للكلام في الموضوع ده هيبتدي يتكلم معاك، وإحنا نساعده بطرق صحيحة وصحية إن إحنا إزاي نتجاوز أي مشكلة ممكن تحصل. طيب بس كده؟ يعني إحنا هنقف لغاية إن إحنا نحميهم؟ لا، كمان مهم قوي 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 إن إحنا نعلمهم إزاي يعبروا عن مشاعرهم وعن احتياجاتهم في جزء التربية الجنسية. يعني إزاي أعبر عن مشاعري إني أنا النهاردة فرحان ومبسوط أو معجب بصاحبي ده أو بصاحبتي دي، ويعني إيه أنا معجب بالشخصية أو معجب بطريقة مذاكرته أو معجب بلبسه، ويعني إيه حب في براءة، ويعني إيه حب في كلام جميل ومشاعر حلوة ممكن أعبر بيها بهدية أو أعبر بيها بكلمة جميلة، وإن ده مش عيب ومش حرام، لأن كل الحاجات دي والمشاعر دي ربنا هو اللي خلقها فينا علشان نقدر نعبر عن احتياجاتنا ومشاعرنا.
كده يبقى احنا وصلنا ان احنا علمناهم حاجة مهمة قوي. احيانا بتبقى مشكلة لو ابني مش عارف يعبر عن مشاعره، مش عارف يعبر عن الحاجات اللي حاسس بيها. لو وصلنا للمرحلة دي يبقى خلينا نقول ان احنا ضمننا ان احنا جهزناهم انهم يكونوا زوجات وازواج صالحين، ويبتدوا هم كمان يكملوا المرحلة مع اولادهم. تمام، خلينا نقول ان في بعض الانشطه اللي مشهوره قوي واللي ارجوكم ممكن نلعبها مع اولادنا بطريقه مبسطه تحميهم وتحط عندهم مبادئ للتربيه الجنسيه. من اشهر كمان الانشطه نشاط اللمسه، اللمسه الحلوه واللمسه الوحشه. دايما عندنا لمسات بتبقى بسيطة وجميلة ومحببة، لكن لمسات لازم عندنا الطفل يكون يقظ ليها وياخد فيها موقف، ولإما يقول لإما يهرب من المكان اللي هو فيه لو ما فيش حد كبير جنبه. لعبة زي دي بتبقى بسيطة بشكل زي ما انتوا شايفينه كده، مجسم للإيد، احنا بقى نعمل إيد عروسة أيا كان ونبتدي نلعب مع بعض. يلا نشوف اللمسة الحلوة، ده صاحبي ينفع يحط إيده على كتفي وأنا بجري معاه، ده صاحبي ينفع يمسك إيدي وإحنا بنعدي الطريق، الميز بتاعتي ممكن تحط ايديها على شعري عشان تقولي ان انا شاطر. لكن طبعا ما ينفعش حد يحط ايده على الاجزاء الخاصة بتاعتي لان دي تخصني انا، فما ينفعش. فساعتها الولد لازم نعلمه ازاي ياخد اجراء اني لا انا هبعد اللمسة دي، انا هجري، انا هقول لحد كبير. فلازم يتعلم من خلال لعبة بسيطة بنلعبها ومسرحية كده مع بعض ازاي احمي نفسي، وبالذات في الاماكن اللي ممكن تكون مزدحمة وتكون سهل فيها حدوث مشاكل جنسية بالشكل ده. مش بس كده، كمان لازم أفهم ابني بأنشطة بسيطة زي مثلا الأنشطة دي. نشاط زي كده من خلاله ممكن أعلم ابني ببساطة قوي إيه أهمية إن أنا ألبس هدومي كلها. يعني إيه هدومي كلها؟ يعني ما ينفعش أتحرك بملابسي الداخلية، لا ده أنا لازم أكمل وألبس هدومي، سواء الهدوم بتاعة البيت بتاعتي أو هدوم الخروج. طب ليه؟ أفهم ابني عن طريق لعبة بسيطة زي كده وأنا بسمي أجزاء الجسم بتاعة الولد والبنت. ده البنت لازم تلبس فستان جميل علشان الأجزاء الخاصة بتاعتها تكون محمية وتكون متحافظ عليها علشان جسمها، ده حاجة مهمة جدا. ده الولد ينفع يلبس فستان؟ لا لا لا، ده احنا ساعتها هنلبسه البنطلون. وهكذا بألعاب وبأنشطة بسيطة جدا ممكن نعلم ولادنا مبادئ كتير من مبادئ التربية الجنسية. مبدأ مهم جدا ما ننساهوش كمان، مبدأ الخصوصية. والخصوصية مش تخص التربية الجنسية وبس، الخصوصية بتبدأ كمان من شنطة المدرسة اللي ماما أول ما ابنها بيدخل بتروح عاملة إيه؟ افتح 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 ويلا نطلع الكشاكيل ونشوف إيه اللي بيحصل. طب يا ماما بقى هستأذنك في حاجة، ممكن قبل ما نفتح شنطة المدرسة بالشكل ده نعمل حاجة فيها خصوصية ونطلب إني ممكن أفتح شنطة المدرسة أستأذن ابني؟ استأذني ابنك علشان تعلميه هو كمان لما يجي يفتح شنطتك يستأذن، عشان تعلميه هو كمان لما يجي يدخل أوضة بابها مقفول لازم يخبط، عشان تعلميه إن في خصوصية لجسمي ما ينفعش حد يلمسه وإن جسمي ده بتاعي أنا. فبالتالي مبدأ الخصوصية ومبادئ التربية الجنسية هي مبادئ حياتية ماشيين عليها في حياتنا كلها، وطالما أسسناها عند الطفل هيبتدي بسهولة جدا يحمي نفسه. عندنا شوية إرشادات بسيطة أختم بيها. التربية الجنسية مهم جدا لما تحصل أي مشكلة سلوكية، أرجوك يا بابا، أرجوك يا ماما، أرجوك يا ميس فونتي في الحضانة أو في المدرسة، بلاش نتخض. لأن إحنا للأسف أول ما بنلاقي سلوك يخص الجزء بتاع الأجزاء الخاصة أو التربية الجنسية أول حاجة بنعملها بنتخض، وأحيانا بيكون في أكتر من كده وتصرف بيه عنف أو تصرف بيه إن إحنا نزعق للطفل. لا، أنا محتاجة لما نشوف سلوك أو مشكلة من المشاكل الجنسية زي مثلا فكرة استكشاف الأعضاء التناسلية أو فكرة الماستربيشن اللي هي العادة السرية، بلاش ناخد الموضوع بخضة، لكن في مجموعة من الإرشادات نتبعها عشان نطمن على أولادنا. أول حاجة لما يحصل أي مشكلة من المشاكل دي لازم أخلي بالي من المرحلة العمرية اللي بيمر بيها الطفل. يعني هو لو طفل صغير 3 سنين طبيعي جدا إن يعمل حركة الاستكشاف لأعضائه التناسلية، بس مش معناها ان انا هسيبه، معناها ان انا ساعتها هعمل ايه؟ طالما حصل ده هدي المعلومه زي ما قلنا وفقا لعمره.
يعني زي ما بتسمي أجزاء الجسم بشكل عادي، ده شعري، ده عيني، ده بقي، ده إيدي، هنسمي أجزاء التناسلية وفقاً للبيئة بتاعتك. هتسميها باللغة الإنجليزية تمام، هتسميها باللغة العربية مفيش مشكلة، المهم تكون لغة مناسبة للبيئة بتاعتك عشان ما تبقاش الكلمة غريبة على المجتمع وأصدقائه وقرايبه اللي حواليه. لكن أهم حاجة اوعى نسمي مناطق الخاصة بتاعت الطفل بالمنطقة بتاعت عيب أو حرام أو كخ، الكلمات دي مش صحيحة بالمرة لأنها بترسخ في دماغ الأطفال إن المكان ده محظور وإن في حاجة غلط وإن في مشكلة هنا، فدي من الحاجات اللي أرجوكم ما نعملهاش. طيب حصلت أي مشكلة سلوكية زي ما اتفقنا، رقم واحد نشوف المرحلة العمرية هي بيحصل فيها الأمور دي يبقى نتعامل معها بشكل طبيعي، ولا لأ إحنا خلاص عدينا المرحلة العمرية بتاعت اكتشاف الجسم فساعتها لازم نبحث ورا الموضوع. نبحث ورا الموضوع لازم رقم واحد نتأكد من حاجة مهمة، المشاكل العضوية الطبية، يعني لازم أطمن إن ابني ما عندوش أي مشاكل عضوية خلته عمل المشكلة السلوكية دي، يعني ما عنديش التهابات، ما عنديش أملاح، ما عنديش ديدان، كل الحاجات دي ممكن تسبب مشكلة سلوكية وإحنا نتخط، أو مشكلة جنسية وإحنا نتخض عليها قوي، وهي في الحكاية ممكن تتحل بمجموعة أدوية والموضوع خلص على كده. مش بس كده، نطمن كمان أرجوكوا على البيئة اللي حوالينا، سواء كانت بيئة مدرسة أو بيئة بيت. ليه هقف عند النقطة دي؟ كتير من الأولاد بتقلد اللي بتشوفه، لأن مهارة التقليد مهارة مهمة وعالية عند كتير من أطفالنا، فاللي هشوفه هعمله. المشكلة إن العين ما ساعات ما بتشوفش الشخص الكبير وهو بيعمل المشكلة، لكن بتشوف الصغير لما بيقلدها، وساعتها بنيجي نقول ابني بيعمل كذا. لا، وأنا بقول ابني بيعمل كذا نبص علينا احنا الكبار اللي حواليه، يا ترى في منا أي حد بيعمل أي سلوك عن غير قصد أو علشان عندنا أي مشاكل طبية فالولد لقط التصرف وابتدى يكرره؟ فدي حاجة مهمة جدا إن احنا ناخد بالنا منها. خدنا بالنا من الثلاث إرشادات دول، عمر الطفل، المشاكل اللي أحياناً بتكون سببها عضوية أو طبية، أو المشاكل بتاعة البيئة بتاعتي والتقليد، يبقى ساعتها أقدر أقول إني بعدها لو قدمت التربية الجنسية عن طريق أنشطة متدرجة وبمعلومات صحيحة يبقى أنا وصلت بابني مش بس بمعلومات أو بمبادئ تربية جنسية، أنا وصلت لتربية حياتية لابني وحميته من كتير من المشاكل. كده يبقى احنا النهاردة اتعرفنا على يعني ايه تربية جنسية، ايه دورنا كأهل في التربية الجنسية، كمان ايه المبادئ اللي المفروض نعلمها لولادنا مجموعة من الأنشطة البسيطة. واشكركم جدا جدا. يسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم من خلال قسم العلاقات العامة بقناة سي تي في على الأرقام التالية 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv أنا ليا كيان، أنا عندي طموح.